تقلل مطالب الحياة وحدت المنافسة من مساحة الهدوء النفسي، لا سيما بعد أن أصبح الضغط العصبي رفيقاً لنا في معظم مراحل الحياة، فالنجاح يحتاج دوماً لجهد. بعض الأمور البسيطة في الحياة قد تساعد على إعادة التوازن الداخلي، ونبدأها بالاعتراف بأنه من غير الممكن القيام بكافة المهام مرة واحدة. أيضاً لا تخلو الحياة من العديد من الأشياء الجميلة مهما كانت بسيطة، فالجلوس لساعة واحدة تحت أشعة الشمس أو قراءة كتاب جيد قد يقلل من الشعور بالضغط العصبي. الجلوس مع صديق مقرب وسرد كل ما يزعجك أيضاً يساعد من ناحية على تبسيط حجم المشكلة. ممارسة هواية قد تحبها يعطي الحياة توازناً يساعدك في التغلب على الضغوط العصبية والمصاعب. هي أمور بسيطة لكن مفعولها كبير، ممكن يساعدنا على تحقيق هدوء وراحة نفسية. لكن عملياً كيف ممكن نوصل لها التوازن؟ هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه من ضيفتنا ضمن برنامج صباحنا غير. يعني نور، التقرير التعريفي اللي بلشنا فيه الفقرة ذكر شوية خطوات بسيطة يمكن بعض منا بنقوم فيها سوا اللي هي انك تقعدي مع صديق تحكي معه شوي، وهذا الشيء فعلا بيعطي راحة نفسية. بيقولوا عنا الفضفضة، انه الواحد لما بيفضفض بيرتاح. في مثل بيقول لك ما تخلي شيء بقلبك، يعني كل شيء بقلبك احكي له تقدر. مع انه حتى هي نوع من انواع التعبير عن النفس اللي ما أنا كثير سهلة، في كثير ناس ما بيقدروا يفضفضوا. طبعا رح نتعرف اليوم اكثر كيف بنقدر نحسن مزاجنا، كيف بنقدر نتعامل مع ضغوط الحياة. الخطوات اللي تعرفنا عليها بالتقرير وغيرها من الخطوات اكثر رح نحكي عنها بشكل اختصاصي مع ضيفتنا بصباحنا غير لليوم الاستاذة سلام قاسم، اختصاصية تعلم نفسي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب، ويسعد صباح المشاهدين. يسعد صباحك. يعني مثل ما قالت سلمى بالبداية، تابعنا تقرير عم نحكي عن بعض الطرق يمكن لإيجاد التوازن النفسي الصحي من خلال ضغوطات الحياة الموجودة يمكن واللي عم تزيد بشكل مستمر. قديش فعليا اليوم أنا أقدر أضبط هي الضغوطات؟ قديش فعلا يمكن مر بمراحل لتصير عندي توازن صحة نفسية؟ هلا بالحقيقة مثل ما سمعنا بالتقرير ومثل ما ذكرتوا حضرتكم، نحن عم نعيش هلا بعالم فيه كثير من الضغوطات، هو عالم مليء بالفوضى، ضغوطات الحياة اليومية، الضغوطات اللي عم بيعاني منها الإنسان، والضغط النفسي اللي ممكن يشعر فيه الإنسان هو عبارة عن رد فعل تجاه الضغوطات الحياتية اللي عم بيعاني منها. قد تكون عوامل الضغط خارجية من عملك، من حياتك الأسرية، أو قد تكون نابعة من الذات. بالحقيقة نحن ممكن طبعا نتكيف إلى حد ما مع بعض الضغوط يلي ممكن نعاني منها بحياتنا. هلأ مثل ما كنتوا عم تحكوا أنه اختيار الصديق، مثل ما كنتوا هلأ عم تحكوا تحت الهواء وتفضفضوا، هو طبعا شيء كتير ظريف وبيخفف من التوتر والضغط يلي ممكن يكون عند الإنسان. ولكن لابد من معرفة من هو الصديق. يعني نحن لازم الصديق المناسب، كمان انه نقعد نفضفض لأي شخص كمان هذا مشكلة كتير كبيرة، بدل ما نخفف ضغط ممكن يصير ضغط زيادة علينا. فاختيار الشخص المناسب هو كتير مهم، نحن يلي بدنا نفضفض له كتير مهم انه نعيش بجو من الهدوء، كتير مهم انه حياتك ما يرسم لك اياها الآخرون. وكمان نحن ما نهتم، في اشطر منا، كل واحد بيخطط عنه كثير. هي كثير شغله سيئه وسلبيه وبتقضي على طاقه ايجابيه موجوده عندك وعلى طموح وهدف ممكن الانسان يحققه. نحن لا، خلي الانسان يحقق الشيء اللي بده اياه وما يتاثر بالناس اللي حواليه. ما تخلي حدا ابدا انه يختار لك طريقك، لا، ارسمي طريقك بنفسك وبلشي باول خطوه، وبدايه النجاح هو الخطوه الاولى. بالمقابل كمان نحن لازم انه نحاول نحصل على جو من الهدوء بعيد عن التكنولوجيا، لانه كمان التكنولوجيا بالوقت الحالي عم تعمل كثير توتر. بالفعل انه نمسك كتاب ونقرا، فالكتاب خير جليس،
يعني متعة كتير حلوة لما بتمسكي كتاب وبتعدي تقري وبتغوصي فيه للكتاب، فهون بتحسي انه انت كسبتي معالم جديدة. حتى هو انه قراءة الكتب هي كمان بتقضي على الخجل يلي ممكن يكون موجود عند بعض الاشخاص عن الشخصية الضعيفة. يعني مثلا في اشخاص عندهم ضعف بالشخصية، لما بيقروا كتير بيزيدوا معلوماتهم، بالتالي بتقوى شخصيتهم. فكتير حلو انه نحن نقرأ كتاب، نقعد مثل هالقعدة الحلوة هون تحت اشعة الشمس، طبعا مو نقعد الظهر هيك باوقات مناسبة، كمان هاي بتعطيكي طاقة ايجابية لانه الشمس هي الحياة. فكتير في مصادر للطاقة ممكن تساعدنا أنه كمان نحن نرافق الناس الإيجابيين، بعد قدر على الأمكان عن الناس السلبيين يلي كل الوقت بيعيشوكي بجو من الإشمئزاز والإحباط. نحاول والنقي اللي ما منه نتيجة أبدا، ودائما على سرد مشاكل دون البحث عن حل. كمان هي من المشاكل اللي ممكن تعيق التوازن الداخلي. فالتوازن الداخلي عند الإنسان، التوازن النفسي بالحقيقة هو بيحقق لك السلام الداخلي اللي أنت بتشعري فيه. وهذا السلام أنت فورا فشو بتصيري عم تحسي ببداية السعادة. لما أنا أكون متصارحة مع نفسي كتير حلو، فبحسن أنا وصل للطريق السعادة يلي كلياتنا بنطمح للحصول عليه. كمان يعني أنا بحب نوه أنه حبي نفسك، يعني أنا مو ضروري يكون أطول، ولا ضروري يكون أنحف، ولا ضروري يكون أزكى. أنا لازم حب حالي مثل ما أنا بشوف حالي بالمراية، أنا بحب حالي هيك بالشخصية اللي أنا فيها، بالكاريزما اللي أنا فيها. محبتك لذاتك هي بتخليكي أنه أنت تعرفي ذاتك صح، مو مثل ما بيحبوها الآخرين. يعني دائما نحن منقول أنه في عنا دوائر، انه دائره كيف يراك الاخرون، كيف تحبي ان يراك الاخرون، كيف تحبي ان تري نفسك. خليكي بالدائره الصغرى بالبدايه، لما بتشوفي حالك صح الناس بالاخير رح تشوفك صح، وبعدين بالنهايه المهم انت نفسك وقناعتك وثقتك بذاتك هي اللي بتحقق لك توكيد الذات. كثير مهمه هالامور هي للهدوء للصفاء. ممكن كمان لحظات تامل، لحظات تأمل كتير مهمة كمان، مو دائما نحن نكون بجو مع الأشخاص. يعني الإنسان دائما بحاجة إنه يقعد لحاله يستحضر بذاكرته ذكرياته الحلوة، يستحضر شو بده عم يعمل هلأ، شو بده يعمل لقدام. ممكن بيعاني من ضغط نفسي، ممكن يمسك ورقة وقلم يسجل إنه أنا شو جوهر المشكلة، يعني لحتى أعرف الضغط النفسي اللي بدي عاني شو هو الضغط. أول حل للضغط النفسي إنه أعرف مصدر الضغط. يا ترى مصدر هالضغط هو أنا بالشغل يلي قاعدة فيه، طب بالشغل شو اللي عم يسبب لي؟ امسك ورقة وقلم لحتى أعرف المشكلة. بس أعرف المشكلة أنا فهون هو نصف الحل. يعني مثل رح يعني أسألك من محل ما وقفتي، معرفة المشكلة أو تحديد المشكلة، كثير أوقات كلياتنا بنوصل لمرحلة بنكون عم نتحمل فيها قصص، ضغوط، مشاكل، أوقات معلقة، بنقول خلص طفت الكاسة معنا، ما عاد في مجال لولا سنتي زيادة. هاي المرحلة أنا كيف بقدر أتعامل فيها؟ لساتني قدراني حتى لو وصلت لهالمرحلة إني أنا فضية وتعامل برواء وحدد المشكلة وتعامل معه، ولا لا لازم هذا يكون قبل بوقت من ما وصل لهالشعور؟ لكي هلا بدي أقول لك شغلي، أنا دائما بقول ببيتي وين من كان ما في شيء مستحيل. دائما الإنسان هو أذكى مخلوق على وجه الأرض، فقادر يعمل كل شيء بس بإرادة وتصميم، ويعرف يحط هدفه ويشتغل عليه بشكل جدي بيوصل للشيء اللي بده إياه. هلأ لما ذكرتي أنت الكأس ذكرتيني بتجربة، على فكرة في محاضر كان عم يحكي عن ضغوطات الحياة والمشاكل والضغط النفسي وكيف ممكن نتجاوزها. فسأل أحد الطلاب يلي موجودين قال لهم هي كأس الماء موجودة هيك على الطاولة مثل ما أنا هون، قديش وزنها؟ فشي قال يعني 50 جرام، شي قال 100 جرام، شي قال 500. قام إجا قال لهم انه وزن الكاسه مو مهم، المهم المده اللي انا حامل فيها الكاسه. لما بحمل الكاسه دقيقه عادي، 5 دقائق الى حد ما، ساعه ساعتين ثلاثه صار في تقل بوزنها. فانت هون ما عاد عم تحسني بتمسكي هالكاسه وتحطيها على الطاوله لحتى ترتاحي. وهيك الحياه، ضغوطات الحياه. انا لما بكون بشغلي رح يكون عندي ضغط كتير كبير، لازم هالكاسه اتركها بشغلي وروح على بيتي بدونها، ما احملها واخذها معي ضل حاملها. كثير صعب هالمعادله، كثير صعب انه انا اخذ ضغوط العمل للبيت وضغوط البيت للشغل. هون بتضلي انت بدوامه، يعني بضل عندك ستريس، بضل في بوادر قلق توتر، ممكن ندخل باكتئاب بسيط، ممكن يصير لاكتئاب شديد. لما نكون بمرحله الاكتئاب البسيط قادرين على التعامل مع ضغوطات الحياه الى حد ما ونعيش بشكل طبيعي، بس لما بنوصل نحن لاكتئاب حاد هون ساعتها بحاجه لطبيب نفسي. طيب عمليه التفصل كيف تكون؟ يعني في كثير من الناس اللي عم تتابعنا هلا عم تقول هذا الحكي كثير حلو،
بس ما فينا نطبقه. يعني انا لا اقدر امن لقمه العيش ولا اقدر اخلص يمكن الضغوطات اللي بضل بالي مشغول تماما، والمسائل يعني في عندي 100 قصه لازم اخلصها اليوم لاقدر فعلا افكر ببكره. الخطوات اللي انا لازم بلش فيها لوصل هي المرحله لان اقدر افصل فعليا بين ضغوطات الحياه وبين ما اني يعني تكون ضمن المنزل او حياتي اليوميه. في ناس بتقول لك ما فيني افصلها لانه ضغوطات الحياه بتاثر على معيشتي وعلاقتي مع بيتي واولادي. لما انا ما اقدر امن مثلا لاولادي المطلوب اكيد بتاثر نفسيا علينا او على العيله بشكل عام. كلامك صحيح، بس الحقيقه هلا انا اذا ضليت انا عم فكر كل الوقت بالضغط اللي انا عم عاني منه والمشاكل والظروف والوضع العام اللي عم نعيش فيه، شو جبت نتيجه ايجابيه؟ انا ما صار في اي نتيجه، بالعكس صار عندي احباط، صار عندي اكتئاب، لا عاد حسنت ادي لا شيء الي ولا لاولادي ولا حسنت اخدمهم وامن عمل. طب طالما المشكله موجوده مثل ما ذكرت انا، اول شيء بدنا نعترف انه بوجود المشكله نحن، بوجود مصدر الضغط، وهون انا بدي احاول بقى دور على الحل. قد يكون الإنسان لازم يعمل تقييم لمشاعره، تقييم لأحاسيسه، تقييم لسلوكه، لحتى نحسن نحن نتجاوز مرحلة الضغط اللي عم نمر فيها، ولحتى نحسن نفصل. حتى ظروف حياتي أنا لما بروح وبحكيها لكل هالناس بشغلي، كل ما مسكت واحدة والله أنا اليوم متخانقة مع ابني، اليوم متخانقة مع جوزي، اليوم طب شو جابوا لي نتيجة؟ ما جابوا نتيجة، بالعكس الفضفضة بدها تكون لشخص واحد صحيح. وهو صديق ومقرب جدا لحتى يحسن يتواصل معك ويحسن يعطيك طريقة لحتى تخففي. لازم نرتب الأولويات. يعني لما بيكون عندنا نحن هالضغوطات هي كلياتها، أنا عندي كطالبة، أنا عندي طالبة جامعة عم أدرس وعم أشتغل بنفس الوقت لأصرف على حالي، برجع على البيت عندي إخواتي صغار نسيت الظروف، طب أنا شو بدي ساوي هون؟ أنا بدي نظم وقتي، بدي حاول شوف الأولويات، أنا أهم شيء هلأ؟ يعني شو بدي ساوي؟ ممكن اشتغل انا، حول دوامي مثلا لبعض الظهر، ممكن زبط. بدك تبحثي عن الحل، والانسان دائما هو اول شيء هو طبيب نفسه، لازم يعرف شو بده يشتغل لذاته لحتى يحسن يتطور. فنحن دائما انه نحكي بالمشاكل هي ابدا ما بتفيد، نحكيها مثل ما قلت انا لشخص واحد مقرب ولحتى نلاقي الحل، مو لحتى مجرد بس نفضفض وخلص انتهت القصه، لا بدنا نلاقي نتيجه وبدنا نفصل. فانت لما بتقرري تفصلي بتحسني تفصلي. كمان لازم نمسك ورقه وقلم نحن ونكتب انه شو الاولويات وشو الضغوطات، ونعمل كمان ترتيب وتنظيم للوقت ولاولوياتنا ولاعمالنا. بنفس الوقت كمان لازم نحن نعرف انه كيف نوصل لنتيجه ايجابيه باي مشكله، ونبعد عن السلبيين مثل ما ذكرت. هي كثير مهمه انه نحن الاشخاص اللي عم يعطونا هالاحباط قدر الامكان. هلا نحن طبعا ما فينا نخفي مشان ما يقولوا عم نحكي من برج عاجي، لا نحن كلياتنا اولاد هالبلد وكلياتنا عايشين الازمه نفسها والمشكله نفسها والضغوطات اللي نحن عم توصل فينا لدرجه كثير كبيره، ممكن نقول ما عاد في شيء لقدام، شو بقي؟ كل شيء يعني صار صعب، وعم نحاول ممكن عم يشعر الأكثرية إنه في شيء مستحيل. لا ما في شيء مستحيل، دائما لما نحن ممكن نحط الإنسان المناسب بالمكان المناسب، الإنسان يلي بيشتغل صح، نحن نعطي كل شخص فرصة. كمان لازم نعطي الفرصة، ما نحكم على الأشخاص من أول يوم استلموا فيه قيادة شيء معين إنه هذا مناسب ولا ما هو مناسب، لا نعطي فرصة نشتغل كمؤسسات. كلياتنا شخص لحاله ما بينجح، كلياتنا مع بعض لازم نحس إنه هالبلد بلدنا ونحن عايشين فيها. يعني وما طلعنا صحيح، ما تكافئنا على بقائنا، بس لكن نحن هي المكافأة هي وجودنا بحد ذاتنا نحن، أنه عم نقاوم. فأنت هون عم تقاومي أي ضغط وأي توتر، فبإمكانك أنه لما أنت بتنجحي بعملك، أنت هون كمذيعة بهالمكان عم تأدي برنامجك وعم توصلي كلمتك للمشاهدين والناس عم تسمعك وعم تعطي لو أثر لو 1%، فأنت عم تعملي شيء إيجابي. فكل إنسان لما بيكون عم بيقوم بعمله بشكل إيجابي وجيد ويحس بالمسؤولية، لما بنحس بالمسؤولية تجاه نفسنا وتجاه الآخرين وتجاه البلد اللي هي بلدنا، أكيد رح نحسن نطلع من هالنفق المظلم يلي نحن عايشين فيه لنصل للنور، لأنه دائما بعد الليل في نهار، وأكيد ما في شيء ما له نهاية، ورح نحسن نتغلب على الضغوطات والتوتر اللي عم نعيش فيهم. أكيد يعني نحن بدنا نشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها، إن شاء الله يا رب نكون هيك قدرنا نعطي أفكار للناس اللي شوي تعبانة إنه كيف ممكن تساعد نفسها وتساعد غيرها. شكرا لك. شكرا لك، وشكرا للأخبارية هالقناة الحلوة اللي دائما أنا لي الفخر إني عم أطلع عليها، وبتشكر كل اللي عم يشاهدونا وكل اللي عم يشاهدونا بالبرنامج. نشكرك أستاذة سلام قاسم على وجودك معنا اختصاصية في علم النفس، شكرا كثير لك.